سرور جدا في هذا اللقاء. كان بودي أن أحضن كل واحد من الحاضرين وأن أسلم على كل واحدة من الأخوات لأن صراحة خلدي تأثرت كثيرا وأنا أرى وجوها اتحادية وجوها جمعتنا تقريبا لمدة نصف قرن محطات ومحطات وجوها إلا يمكن وصفها بشي وصف هي الوفاء لهذا الوطن وحب هذا الوطن والاستماتة في الإخلاص لقيم حزبهم ولما تربينا عليه جميعا. لذلك أدعوهم باش ما نغيبوش على بعضياتنا أكثر. نحرصوا على الأقل هذه المحطات المبهجة التي تتساهم فيها لجان تحضيرية وشابات وشباب من أجل ربط الماضي بالحاضر. نحرصوا أن نلتقي فيها وأن نلتقي في كل محطاتنا النضالية والتنظيمية وفاء للتاريخ المشترك ووفاء لما ذكر جزء منه أخونا هشام لما ذكره من قادة الاتحاد ومن أطره ومن مناضليه ومن الذين ما بدلوا تبديلا وضلوا على الخط صامدين. أخواتي إخواني في المجيء لهذا المؤتمر ترددت كثير خاصة أن محطات متتالية في الدار البيضاء، هذه المحطة الثالثة وستكون لنا محطة رابعة إن شاء الله في الحي الحسني في القادم من الأيام، وستكون لنا محطات في الشهر الفبراير. باش نسعوا نبقاو غير في الشأن المحلي، ويصعب كذلك في إطار ما نعيشه في المشهد الحزبي أن لا نتحدث عما هو مطروح علينا بالأهم كاتحاديات واتحادات، ويصعب كذلك يصعب أن نتداول في هذه المحطة دون أن نستحضر ما هو وطن. لذلك غادي نكون مضطر وخضر على المشفى شي كلمة مضطر في كلمتين صراحة حريص أن تكون وجيزة. سأكون مضطرا لمشاركتكم كل هذه السياقات. لا شك وأننا نلتقي سنستحضر أن مخرجات العملية الانتخابية الأخيرة واللي تراجعت فيها حالها بحال منذ الذي لا يزيد على عقدين من الزمن تراجعت فيها الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب الجادة والقوى التقدمية والمرشحين الأكفاء لصالح شيء ما بقيناش نعرفه، نبداو نتسألوا. في واحد اللحظة جاءت الأنظمة الانتخابية، ها التقسيم ديال هاد المدن الكبرى، ها وحدة المدينة، ها نمط الاقتراع بهذا الشكل، ها نمط الاقتراع بالآخر، ولكن كانت كلها في النهاية في نهاية المطاف كانت تتوصل إلى أنه مغنجوش من النخب
لا في الديمقراطية التمثيلية كما هو متعارف عليها إنسانياً وعالمياً، ولا في الديمقراطية التشاركية اللي حرصنا أن تكون مكملة من بعد ما كانت الأعراض كلها في الديمقراطية التمثيلية في كل أرجاء المعمور. مع كامل الأسف كل إبداع لم يعالج المصيبة التي عرفتها المدن الكبرى في البلاد، وسيطرات في هذه المدن الكبرى كائنات انتخابية يعجز أي عالم الاجتماع أن يجد لها وصفة، يعجز أن يوحد بشأنها المفاهيم التي يجب أن تكون. ولذلك الدار البيضاء شأنها شأن كل المدن الكبرى، وصلت إلى هذه التمثيلية التي ترونها اليوم مركز الدار البيضاء في أنفا. أنفا فرود إحدى مؤسسات اليوم معطلة. هذه الحكومة منذ أن تولت المسؤولية عندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي فقط لا مسؤولية له، تذهب للقضاء الاستعجالي من أجل عزله. نحن هذه الحالة في فاس. وعندما يتعلق الأمر بمفات كبرى ومؤسسات كبرى، رئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو رئاسة جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك هذه الحكومة ساكنة. حاولنا أن نبحث عن الأسباب. حين أننا وصفناه بالتغول، ما زال بل أخطر اليوم يمارس تغوله حتى على مؤسسات الدولة. وضبطنا غير في الأيام الأخيرة شيء كثير. عندما يتعلق الأمر بممثلين كلوا جماعيين ولا برلمانيين ولا كذا ينتمون لأحزاب المعارضة، تتحرك هذه الحكومة تمشي للقضاء استعجالي. الحالة التي نعيشها في فاس هو أنه لأول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي من أجل عزل مستشار من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة كي يتحمل مسؤولية رئاسة الجماعة تخدعش ومتابع في نفس الملف ومتخدعش نفس الإجراء. نفس الشيء عندما نبحثوا عند جلس العلينا هذه الأيامات وبعض صحافتهم أو بعض مواقعهم، جلس العلينا على أن أولاد عبد الواحد قاعد راح قاعد قاع الأحزاب تتشابه فيما يتعلق. واسمحوا لي أن أقول أن فضيحة كبرى تمس بالتوازن المؤسساتي، داكشي اللي هضرنا عليه غير في المؤتمر بالحي المحمدي عشناه مباشرة بعد ذلك في القرارات التي نتجت عن المحكمة الدستورية. هل من المنطق إلغاء مقعد برلماني لم يصر فيه الحكم نهائيا على المقعد المزلق، أم لأنه أو مسلمان أو منعه فقط لأنه ينتمي للمعارضة؟ وهل من المقبول عزل أي أحد أو اعتبار المقعد شاغرا دون شهادة بعدم التعرض أو الاستئناف أو النقد؟
الذي بلغنا أن من عزيب كان له الأجل من أجل أن يتقدم بالنقد ضد أكثر من هذا. إنما يتعلق الأمر بمؤسسات لرئاسة الجهة والجهة على الحدود الشرقية بما لذلك من صلة، وتعجز هذه الحكومة عن ممارسة صلاحياتها لا بتحديد تاريخ الانتخاب للبديل من شيء عطلوا المؤسسة، لكن لو تعلق الأمر بتلك الأقلية اللي هي الوضعية اللي موجودة فيها المعارضة، حيث أن المعارضة اليوم ما بقاش ممكن لها تمارس الصلاحيات المنصوص عليها دستورا، لأنه كانت واحد الأغلبية متغولة عندها أكثر من ثلثين ديال المقاعد في البرلمان، تملك الحكومة وتسيطر على الجهات وعلى مجالس الأقاليم والعمالات وعلى الجماعات وعلى كل المدن. هذه السيطرة لي نطرح اليوم بمناسبة هذا المؤتمر أن المغرب كديمقراطية ناشئة ومنذ أن قرر في دستوره الأول في عهد مغفور له الحسن الثاني، عندما قررنا أنه ما يكونش نظام الحزب الوحيد خوفا مما يمارس اليوم من تغول، هذا التوازن السياسي يكاد أن يؤدي بنا إلى نظام حزب وحيد أو إلى نظام شمولي فيه ثلاثة الأحزاب هي أكثر من هذا. يوقع التحايل على القانون. شنو هو التحايل اللي يوقع؟ هذا لأن ملف ثقيل وعنده بزاف المتابعات، غادي يستقل وما غادي يجتمع المكتب ديال مجلس النواب في التهول إلا بعد استقالة باش يقرر بأن المقعد شاغرا ويبقى التمثيلية كذلك لنفس الحزب، أي الحزب الثالث في هذه التحالفات. في فاس الأمر شيء آخر، إحنا أمام حالتين، البرلمان اللي تنتمي للمعارضة يتم عزله وإعلان المقعد شاغرا لإعادة الانتخابات، البرلماني الثاني رغم أنه في السجن عنده عقوبة نهائية ومن أجل الأفعال يتقرر أنه فقط غاب لمدة تزيد عن السنة في البرلمان مما يتعين معه اعتبار مقعده شاغرا، وبالتالي من نفس اللائحة أي من نفس التجمع ديال الأغلبية غنطلعو التاني. إذن مقاعد المعارضة على قلتها وعلى ضحالتها التي نتعامل معها بهذا الشكل، ولذلك عندما ندعو إلى التوازن المؤسساتي وعندما نخشى على وطننا من هذا التغول خوفاً من توظيف المؤسسات، إحنا المحكمة الدستورية كما أرضناها جميعا، كما أرضها جلالة الملك وكما أرضها الدستور وكما اشتغلت لضمان ذلك التوازن بين الجميع. إلى غادي تولي هذه الحكومة تحدد لها الملفات التي ستتداول بشأنها من عدمها، قد يكون حقيقة واحد الشيء يمس بشكل خطير هذا التوازن المؤسساتي لضمان المغرب أنه يقدم نموذج جيد للديمقراطية. إحنا عارفين أن بلادنا
بلادنا لان بنات خطوات ويلزمها خطوات، وحنا ماشي عدميين وغاديين، وناضلنا كاتحاد اشتراكي لبناء هذه الديمقراطية مع كل الإرادات الملكية التي عرفها تاريخ وطننا. ولكن لن نقبل أن توظف مجموعة، نقولها بكل مسؤولية، مجموعة مسؤولة عما نعانيه، عما يعيشه الشعب المغربي، بحسابات ضيقة توظف المؤسسات الدستورية لغاية في تسيير الحقوق ولكي تحافظ على تهورها وعلى غطرستها إلى بين القلوب، غطرسة المؤسسات. أكثر من هذا وذلك، عندما تحدثت في المؤتمر السابق وتحدثت على أنه إذا لم نمارس طعنا سياسيا في الانتخابات اعتبارا لأننا جميعا كشركاء، لا اللي كانوا شرفوا عليها وقتها إشراف ديال الحكومة اللي كان رئيسها العدالة والتنمية، ولا باقي الشركاء، ما كان عندنا حتى واحد وما عندنا حتى طعم سياسي، ولكننا كنا ننبه دائما إلى المشكلة الأخلاقية، إلى إفساد العمليات الانتخابية، وإلى أن أي تنمية لا يمكن أن يكون مدخلا لها كما عبر الإخوان إلا من خلال تخليق الحياة السياسية. لذلك أخواتي إخواني، نحن في الاتحاد الاشتراكي لا يمكن إلا أن نتمم ما جاء في الخطاب الملكي مؤخرا في الذكرى 60 للحياة البرلمانية، فلنرجع جميعا، احنا من خاطئ كاملين في التوجه الملكي السامي أنه لا هذه الديمقراطية التمثيلية ديالنا ولا المجهود الذي عملناه من أجل أن تكون ديمقراطية كذلك تشاركية، كل هذا لا يمكن له أن يؤتي نتائجه أو أن يأتي بنتائجه إلا إذا حقيقة تخلقت الحياة السياسية. أنتم ترون الذين خرجوا أغلبيات في كافة المدن الكبرى، عندهم للسلوك الفوق الحكومة، وعندهم المسؤوليات عن الجماعة، وعندهم مسؤوليات عن الجهة، وها نحن نعيش أزمات. ثم أنفى المركز ديال الطاقة، ها نحن نعيش في أنفى كيفاش مشروع ملكي، كيفاش مشروع ملكي اللي بدا في الصورة ديال الشيخ الحسن الثاني والمدينة القديمة واللي كذا، شوفوا شحال تعثر، ما تعثرش بالقرار المركزي، تعثر هنا، تعثر بالمنتخبين الذين تعاقبوا واللي حرصوا على مقاومة الممثلين ديال الشعب المغربي والحقيقيين وديال الأحزاب التقدمية وديال المواطنين، وصعدات مجموعات اللي كانت تشوف في الدار البيضاء هذيك الكعكعة التي ستتقاسمها لا من خلال التعميم ولا من خلال البناءات العشوائية ولا من خلال كل الأشياء التي تمت في هذا المدينة. ولذلك نحن بأسى نشوف الدار البيضاء. أنا شخصيا قبيلة جاي، حنا ندوزو تبارك الله على هاد العمارات ديال الزناتة، وتذكرت لما دشنا جلالة السادس في المنطقة الصناعية، المنطقة اللوجستيكية
اللي هي اللي غدير النقل وغدير التنمية والتطور، يعني من الميناء ديال الدار البيضاء طريق الدف من فد هي اللي تنبث منها دابا فوق السترانا تخسرت عليها الملايين، وما حتى واحد لا يتساءل لاش تصلح دابا. هذيك الطريق كان فروض السلع هكذا من الميناء مباشرة تمشي للمنطقة اللوجستيكية وتجي، كان غادي يكون واحد التطور كبير فيما يتعلق لا بالأمن الغذائي وتوزيعه، ولا فيما يتعلق باللوجستيك وتوزيع كل الأشياء المتعلقة بالتنمية. هذا المشروع لا أحد يتساءل، ما كاين لا في البرنامج الحكومي، ما سمعنا لا الحكومة اش غادير بشيء، ولا الدار البيضاء اللي كانت يمكن لها تستفد كذلك من هذا المشروع الكبير، مع كامل الأسف لم يعرف إلى الميناء. إذن التعول اللي عرفته هذه المدن الداكن معروف لكم إلى تعول في البرلمان بغرفته، وتكونت هذه الأغلبيات اللي مع كامل الأسف ما استطاعتش ترجم المشاريع ديال التدبير ديال التسيير اللي تخلي الساكنة تستفيد من الأوراش التي أطلقها جلالة الملك. أوراش كبرى ديال التدبير، أوراش فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، وفيما يتعلق بالتشغيل، وفيما يتعلق بالماء، وفيما يتعلق كل هذه الأوراش عرفت تعثرا بسبب هذا التعول وبسبب هذه الأغلبيات. إذن مع كامل أسف الأغلبيات ما عكست إلا مصالح طبقات ديالها من عالم المال والأعمال، وما رقت في هذه المدينة إلا واجهة ماشي للتنمية العامة ولكن للتنمية الشمولية، ولكن لتنمية استثماراتها وإعادة تدوير مخططات أثبتت فشلها وأصبحت تراوح مكانها. أخواتي إخواني، هاد الشيء تيجعل من مسؤوليتي في هذا المقام، وأقولها بكل مسؤولية، إحنا اليوم بديل الكريم، وإحنا في الاتحاد الاشتراكي ماشي ككافة الأحزاب الأخرى، هادو اللي عندهم تمويل، ما عندهم لا صوت إعلامي، ما عندهم لا جرائم، ما كاين لا مقرات حزبية، وها أنتم ترون الأنشطة المحلية. لكن لا أنشطة لا محلية ولا وطنية، وما تنحسوش بأنه كاين حياة حقيقية سياسية نعرفوا هذا الشيء يقول ونعرفوا الآخر وجوبوا، ما تنحسوش بهذا الشيء. في المقابل هذه الأحزاب الحقيقية كيف ما عرفها دستوريا للتغطية للمواطنين، ها نحن بصدد وفي سنة ماشي سنة انتخابات، وماشي يحركون شي منفعة مرحلية ولا شي منفعة كذا، ولا نسعى لا للضغط من أجل أن نكون في هذا الموقع أو ذاك، ليس هذا بتاتا، ولكن نعمل لممارسة دورنا الدستوري والوطني في هذا البلد اللي هو التواصل مع المواطن. ولذلك هذا التواصل احنا في هذه المحطه في هذا تروح لكم خلال هذا المؤتمر ما تابعته في اللجنه التحضيريه ضروره ان تجيبوا على هذه الاسئله، خاصه بالنسبه لمدينه الدار البيضاء، وان تجيبوا على القضايا اللي، وبالتالي حتى يكون الجواب لا بد كذلك من ان تفكر وان تنتجوا أجهزة قوية وقافة. اليوم نشتغل في التنظيمات القطاعية،
مع كامل الأسف الأجهزة الإقليمية ما تنشكوش في أنك التنوع القطاع من المحامي إلى الطبيب إلى المعلم إلى المهندس إلى الممرض إلى العامل إلى لا إلى الشاب إلى النساء لا نرى في أجهزتنا هذا التنوع الذي يمكن أن يضمن امتدادته. لذلك لا بد أن تحرص في هذه المحطة على أن تبذلوا مجهود من أجل أن تكون التمثيلية تمثيلية. وعندما نطرح تمثيلية هذه القطاعات لأننا عندما نجتمع بقطاعاتنا تلقى علينا واحد التوافد كبير قطاعات الحزبية. وعندما نسأل هؤلاء يتقن الدرع المقرات مغلقة والأجهزة مسدودة وكيف إذا ما كناش نتواصلوا مع عمال البلديات وموظفي ومستخدمي المستشفيات الموجودين في ذاك الإقليم ولا مع رياضات الأطفال والمسعفات واللي تعرفوا العائلات ولا ما كناش مع المعلمين ومع الأساتذة ومع كل هذه الفئات الاجتماعية كيف لنا ذلك الزمن اللي كانت فيه انتخابات يمكن توظيف فيها فقط الشرعية والرأس مال نضالي من أجل كسب الأصوات. اليوم المواطن ما يمكن له يمنح الصوت ديالو إلا اللي تعمل على حل المشاكل المادية معه اليومية واللي تناقش معاه مشاكله. لذلك احتاجي أخواتي إخواني إلى بذل جهد فيما يتعلق بالتجديد والتأطير. الله أن يعمل على التأطير في هذا الجهد وتكوين من هذا الجهد وعمل كذلك على التكوين. إذن إذا ما كانش ويجب أن نتطور كذلك فيما يتعلق بالتنظيمات. إحنا في واحد الوقت اعتبرنا أن الانتخابات خصنا نبليو فقط على أساس تنظيمات المجالية. اليوم التنظيمات المجالية إذا ما استوعبتش التنظيمات القطاعية ورجعنا للتنظيم القطاعي أي إلى تنظيم كل القطاعات الحزبية وإدماجها في لاباري ما يمكنش غدا مكاتب الفروع إلا ما كانش فيها البقال وما كانش فيها التاجر ولا ما كانش فيها المهني ولا ما كانش فيها الممرضة والممرض وكذا. المكاتب الفروع لا يمكن المعلم والأستاذ لا يمكن لهذه المكاتب أن تنتج على مستوى التنظيمي وأن تعمل على تطوير أخواتي إخواني لربما من القضايا الكبرى اللي بتروح على التساؤل هو ما نحن مقدمين عليه سياسيا من محاولة جمع اليسار. احنا هذه ماشي المحاولة الأولى منذ أن كنا نحن نبذل مجهودا من أجل وحدة اليسار وهكذا تعلمنا في حزبنا وهكذا حرصنا وكانت عندنا محاولات كلها ناجحة لدمج الأحزاب ديال الأحزاب الأخرى انشئت على هامشنا أو على كذا وبعد ذلك اقتنعت بأن الحل ماشي في خلق أحزاب جديدة لأن القرآن مريم والأحزاب ولكن في طرح مشاريع قوية وهادفة. هذا وحدة اليسار احنا كانت عندنا من المحددات كانت عندنا من المحددات في تعاملنا معها باش نقولوها بكل وضوح احنا صعيب ان نشتغل مع اي انسان يساري الى ما كانش وطني. وعندما نتحدث عن الوطن
نقولها بكل مسؤولية، تحضر أمامنا قضية الوطنية والأرض. كل من يثير أي نقاش في قضية مغربية الصحراء تيصعب علينا احنا خارجيا. حدثنا أن المنظار الذي سنرى به علاقاتنا الدولية هو منظار يقوم على أساس القضية الوطنية، فما بالك بالداخل. لذلك احنا في الاتحاد الشرقي من الصعب علينا أن ننسق أو نتحالف مع الوطنية ديالنا، ما فيهاش غير قضيتنا الوطنية، فيها كذلك أنه ما يمكنناش ينساقوا مع أي شيء وخا يكون في نهايته يضر بقضيتنا الوطنية. الوطني هو اللي بشكل براغماتي يجب أن يستغل كل الأدوات التي تقوي موقع بلده واللي تتقوي شرعية بلاده وشرعية قضايا. من الصعب أن تكون وطنياً ولكن يمكن لنا في إطار الاجتهاد وكذا يمكننا ندير أشياء أخرى مع الآخرين اللي غتفقدنا خوتنا، علاقاتنا في إفريقيا، علاقاتنا في أوروبا، علاقاتنا في أمريكا اللاتينية. اليوم إلا ما كانش على رأس جدول الأعمال القضية الوطنية صعب جدا أن نلقى كذلك في علاقتنا مع اليسار المحدد الثاني والعدمية. إحنا ماشي ناس عدمية، نحن الذين ناضلنا من أجل الديمقراطية في هذا الوطن، وعرفنا كيف بنيت حجرة حجرة وكيف طلع هذا الكيان، ونحن نرى على شرقنا ما وقع في كل الدول العربية التي انهار أغلبها. كل كانت ترفع الشعارات الديمقراطية الشعبية والجماهيرية ومن أسماء ماشي كل واحدة كانت من نعود، شنا كيف وصلت هذه الدول وكيف وصلت أوضاعها، وكيفاش حنا الذين لا ضلنا واللي كان صراع قوي بين مختلف القوى، كان صراع بين الحاكمين والمحكومين في محطات معينة، وأن هذاك الصراع والتوافقات في محطات تاريخية، وأن هذه التوافقات هي اللي أعطتنا هذا التطور الديمقراطي اللي شفناه. وهذا ماشي حنا بحال شعوب كثيرة، راه الشعوب التي سبقتنا في الديمقراطية. أنت عندما تتجول في مجلس العموم البريطاني تحط شي باب يقول لك هنا أعدم البرلماني الفلاني من أجل الديمقراطية، وفي هذا المكتب كانت المحكمة التي قضت بإعدام فلان. يعني كل الشعوب التي تعيش اليوم ديمقراطية حقيقية هي شعوب ناضلت من أجل الديمقراطية ووصلت إلى ما وصلت إليه بناء على مراحل. راه في مجلس العموم البريطاني اللي هي أم العالم تندوع الفساد والتخليق وكذا، راه داخل مجلس العموم البريطاني كان في واحد الحقبه يمكن هذه ثلاثه القرون ولا جوج القرون كان شراء الاصوات ديال البرلمانيين يتم داخل مجلس البرلمان، وتيكون واحد الصندوق ومكتب خاص وتيجي النائب قبل ما يدلب صوته حتى تيتخلص عتيه. هكذا بدات النظام الديمقراطية في العالم المتطور والمتقدم. إذا حنا ملي تنقولوا ماشي عدميين، لأن حنا تنعرفوا كيفاش تصورت المحاضر وتخلى داربونا، وتنعرفوا كيفاش كانت الإدارة الترابية تطلع آخر واحد في القائمة اللي ما جاب حتى صوت، وتتحيد كل مرشح اللي
نجحوا وتنعرفوا كيفاش كانت الالوان تباع وتشترى وكيفاش وصلنا الى الورقه الفريده في التصوير وتنعرفوا ولكن كنا تنعرفوا كذلك ان كل محطه من هذه المحطات كانت تتطلب عمل الشغل. لذلك احنا اليوم ما لازمش ننتظروا حتى لاخر وحده باش نتذكروا عن الانتخابات. اليوم سنبادر اولا مع حلفائنا اللي ناقشنا معهم في التقدم والاشتراكيه باعتباره حزب يساري وتجمعنا معهم التسقية. وسننفتح نقولها بكل مسؤوليه، سننفتح على كل حزب لنشتغل على انتاج مبادره سياسيه ومؤسساتيه. هذه المبادره باقي ما وضعش اليوم فين يمكن لها ان توجه والى اين يجب ان تذهب، ولكن اليوم نعتبر ان الوطن نحتاج الى مبادره سياسيه ومؤسساتيه لمعالجه هذه الاختلالات من اجل ضمان تخليق انجع. انا ما تنقولش كم من المحطه من اجل ضمان تخليق انجع لاستحقاق لانه الى ما هيئناش من الان لهذه الاستحقاقات نخشى على وطننا. تقول بكل مسؤوليه نشنا غير البارح في الاكوادور ماذا استطاع مروج المخدرات وتجار المخدرات كيفاش دخلوا المحاكم ودخلوا مراكز الشرطه ودخلوا كيفاش اصبحوا قوه. الحمد لله بلادنا بعيده كل البعد، ولكن تيقولوا المغاربه اللي عطوا الحنش تيخاف من الحنش. لا بد لنا بكل اليقظه والحذر، ولا بد لدولتنا، لا بد لوطننا، ولا بد لمؤسستنا، وغنضغطوا على هذه الحكومه باش تفتح معنا ورشه هذه الاصلاحات السياسيه والمؤسساتيه بما يضمن تخليق المؤسسات اللي غتنبثق على انتخابات ما بعد 26، وبما يضمن ان النخب تكون حقيقه النخب اللي عندها الكبده على هذا البلاد. اخواتي اخواني، اجدوني في النهايه هذه بعض الافكار ذكرت معكم فيها، ولا شك ان المؤتمر في اشغالي وفي الوقت غادي يستر عليه، لا شك ان وثائقكم في اللجنه التحضيريه وفي الاعداد الادبي، لا شك انكم غادي تكونوا تناولتوا هذا الشيء. اتمنى لمؤتمركم النجاح، واتمنى ان تمكنونا من قياده مسؤوله كل المسؤوليه على الاقليم تنظيميا وتحضيرا للاستحقاقات الانتخابيه.